ندوة تناقش حقوق المرأة في مصر الجديدة تعقد للمرة الثانية بحضور عدد كبير من السيدات وقليل من الرجال. هذه السلسلة من الندوات تعقدها الغرفة التجارية الأمريكية لبحث الوضع الجديد للمرأة. المرأة كانت كتف بكتف وإيد وإيد إيد بإيد في الثورة. بعد الثورة حصل ردة في الاعتراف واحترام حقوق النساء، وبقى بالعكس في هجوم ودعوة للرجوع في المكتسبات. حدث تراجع على المستوى الرسمي، على المستوى ممارسة آليات السلطة الرسمية، ولكن يقابله ظهور وبروز دور للمرأة في الحراك المجتمعي. أعتقد أنه دور ناشط جدا ومؤثر. لتحقيق المساواة المطلوبة في القرن 21 في مصر، هناك توصيات لابد من وضعها في الاعتبار خلال عملية صياغة الدستور الجديد. وضع مادتين، مادة تضمن تفعيل حقوق المرأة في الدستور، النص الآخر لابد أن يكون هناك حماية لبعض الفئات الضعيفة زي المرأة المعيلة، زي المرأة الأرملة، زي المرأة التي لا عائلة لها. يخشى البعض من أن ما يحدث في مصر الآن هو تأسيس سلطة وليس تأسيس دولة، وهو ما يبدو واضحا في أسلوب صياغة الدستور الذي يأخذ المرأة إلى نفق مظلم. ما بقتش جمعية تأسيسية بتكتب دستور لجميع المصريين، وإنما أصبحت حلبة للصراع السياسي. كل واحد عينه على الانتخابات اللي جاية يكسب ازاي أصوات ويعمل انتصارات ولو كانت على حساب مستقبل هذا الوطن ومصالح هذا الشعب وحقوقه وحرياته. المرأة في مصر الجديدة تصرخ من شدة آلامها الناتجة عن سلب حقوقها التي طالما كانت تطمع في المزيد من المساواة وليس الرجوع للخلف عشرات السنوات. ياسمين توفيق، هنا العاصمة. هل تخسر المرأة كثيرا مع الدستور الجديد؟ هل احنا في وقت لسه هنحارب فيه على مكتسبات المرأة؟ المرأة حصلت على حقوقها من زمان جدا، من وقت ما هدى شعراوي نزلت مع سيزا نبراوي وقلعت وكشفت عن وجهها ووقفت مع الرجال وتطالب بحقوقها وتقف في المطالبة بالحقوق السياسية ايضا. وحصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية سنة 56 في اول في الدستور 56، وأصبحت يمكن أن تنتخب وأن ترشح نفسها وأصبح لها كامل الحقوق السياسية. دلوقتي رجعنا نطالب حقوق المرأة؟ أنا حاسة أن أنا بشتغل في الفضاء، وإذا كان هذا الشاب بيقفز في الفضاء إحنا أيضا بنتكلم في الفضاء. لا يمكن أن نرجع للوراء. ده الحقيقة كل اللي هقدر أقوله وأنحاز لي في هذه اللحظة، وبعد هذه الكلمات أرجع ورا ويعني أستقبل الأساتذة من ضيوفي وأحاول أكون محايدة بقدر المستطاع، رغم أنه صعب جدا جدا في قضية تمسني أنا شخصيا. اسمحوا لي أن أرحب بالأساتذة وأبدأ بالسيدات. طبعا الأستاذة كريمة الحفناوي، رئيس الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، والدكتور شعبان عبد العليم، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور وعضو الهيئة العليا لحزب النور. أهلا بيك يا دكتور. يعني كان المفروض تبدأي من اليمين. لا، لازم أبدأ بالستات. أمرنا بالتيمن يعني. لازم أبتدي بالستات الأول. لا، نبتدي بالنساء. هنختلف، احنا بنتكلم عن المرأة. لا، هي بس ده تحيز، احنا بنقول عدم التمييز. عدم التمييز كان بدأت باليمين يعني المرأة باليمين او في اليسار، يبقى كده هتميز الرجال بقى. طيب، عموما نبتدي الخلاف بعدين. خلونا نبدأ بكلمة من الطرفين، من كل من الطرفين رؤيتهم حول هذا مسودة الدستور التي ظهرت، وابتدي بالدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ارى انه المسودة المبدئية المقدمة من الجمعية التأسيسية، سواء فيما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات، أو فيما يتعلق بنظام الحكم، أو فيما يتعلق بالمقومات الأساسية والأجهزة الرقابية المستقلة، أنا شايف أن هذه المسودة بفضل الله يعني خير انتقاء من الدساتير السابقة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وأيضا المقترحات التي قدمت للجمعية، وهي طبعا نسخة مبدئية سيتم تعديلها في ضوء رؤية المجتمع المصري لهذه المسودة. لكن هذه المسودة من حيث المبدأ أنا أرى أنها مرضية وتحقق طموحات المصريين، وسيزيد هذا الرضا أيضا عندما يقدم المصريون مقترحاتهم على هذه الرؤية المبدئية للجنة. أستاذة كريمة،
أنا لي موقف من الأول خالص من أني أنا أساساً ضد هذه الجمعية التأسيسية. نحترم الأشخاص لا علاقة لنا طبعًا. بالأشخاص، لأني أنا رأيي أني عشان أحط دستور بيعبر عن كل المصريين يبقى لازم كل أطياف مصر تبقى موجودة. الدستور لا يضع فصيل زي غالبية، الغالبية بتبقى متغيرة دائما، يجي الاشتراكيين يجي الإسلاميين يجي الليبراليين، ده لا علاقة له بوضع دستور. دستور بيجي لأطياف كل مصر. أين المرأة في المئة، يعني المئة فرد وهي تعبر عن نصف المجتمع؟ أين الشباب؟ أين العمال؟ أين الفلاحين؟ المسلم، المسيحي، المهني؟ دستور يعني كل الشعب المصري بأطيافه، سياسيا، جغرافيا، مهنيا، دينيا، ثقافيا، من بحري للصعيد للمرأة لازم يبقوا ممثلين. ومن هنا أنا رأيي من الأول خالص أي دستور أكيد هيطلع عن هذه الجمعية التأسيسية اللي فيها مغلبة لفصيل سياسي ما، مش هيطلع بيعبر عن المصريين. المسودة التي بين يديك، المسودة اللي بين يدي يعني بشكل عام للدستور، هناك بلاش المسودة، احنا بقالنا كام يوم بتطلع المسودة دي عبر يعني ايه في الصحف كلها وعلى المواقع، واهمها في تقييد بعض الحريات. انا يعني لقد دفع الدم المصري، دم الشعب المصري دما في الحريات، ولا يمكن أن ننتقص الحريات بل نزيدوها. يعني إن كنا بنقول في تقييد على مثلا الحزب أن لازم يبقى في لجنة أحزاب، لا ده احنا هنكتفي بالإخطار فقط، وما فيش تقييد أنهم يبقوا 5000 أو 10000 أو الكلام ده. لو كنا هنتكلم عن الصحافة يبقى ما فيش يعني في قضايا النشر ما فيش حاجة اسمها، عندنا قانون عقوبات وقانون يعني الحريات مثلا. في المجمل أنت ترين تقييدا طبعا غير الحريات. غير المرأة، غير نظام الحكم، غير الاستقلال القضائي، العديد من القضايا. طيب. معلومة بس أن اللجنة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية بها من أعضاء وسط أعضاء 7 نساء فقط، مظبوط؟ الجمعية التأسيسية أعتقد من الجمعية التأسيسية ردا على الدكتورة كريمة تضم كل من قالت عنهم جميع أطياف المجتمع وجميع مناطقها الجغرافية، والعمال والفلاحين والمهنيين وأساتذة الجامعات والقضاة والمسيحيين والمسلمين. عمال مصر والمرأة. اتنين خلي بالحضرتك، المرأة اللي نصف المجتمع 7. العبرة يا دكتورة كريمة زي ما التيار الإسلامي السياسي 67 وتيارات مصر كلها، والتيار الإسلامي ده من مصر ومن داخل مصر مش بس الدستور يضعه كل المصريين، كل المصريين لا علاقة له بمجلس الشعب أو بالبرلمان. حضرتك طيب. أنا نفسي نمسك المنتج ونقول هذا المنتج بيمثل من احنا هنتكلم يعني كلمه تصدير الجمعيه التاسيسيه. طيب. خلاص استهلكت بحثنا. طيب خلونا نتكلم في المنتج وفي المسوده ونذهب الى المواد الخلافيه المتعلقه بالمراه والطفل مباشره. وانا هبتدي بالماده 29. الماده 29 بتقول معانا الماده ماده 29 بتقول يحظر الرق والعمل القسري وانتهاك حقوق الإنسان والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون كل ذلك. دكتور كيف ترى هذه المادة؟ هذه المادة أنا بس عاوز أشير لحاجة معينة. نعم. حتى لا يفهم الرأي العام أنه 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 اللجنة عبارة عن طيارات مدنية وطيارات إسلامية، هذا غير حقيقي. ولجنة الحريات مندمجة مع بعض البعض، لا تفهمي منها رأي دون رأي آخر، يعني كله يعارض بعضه البعض وتتلاقح الآراء، وحتى نفس الإسلاميين داخل اللجنة يعارض بعضهم بعضا، كل واحد بيجي نظر. أيوة يعني ليست هناك أيديولوجيات داخل لجنة. إزاي بس؟ احنا هنكتشف الأيديولوجيات دلوقتي، خلينا نتكلم فيها. أنا أقول ما أشهد به وأنا عضو في اللجنة وأنتوا قولوا ما شئتم. حصل خلاف مثلا على المادة 36 خلاف. لا ما المادة، ما أنا جاي لـ 36 بس. خلينا نشوف المادة بس 29. 29 اختلفت عليها أعضاء الجمعية حتى انتهت الجمعية آخرها اللجنة يعني لجنة الحريات إلى حذف هذه المادة تماما. المادة اللي حصل عليها لغط وحطوا وشالوا الاتجار. المادة دي مش موجودة معانا؟ الاتجار ما هي خلاص حضرتك فيه هامش. احنا حذفنا الاتجار بالبشر. لا حذفنا المادة كلها. كلها. اخر اللجنة حذفتها كلها لانها. بس دي نازلة في المسودة، ما انا مستغربة. ما هي نازلة بس مكتوب هنا هامش اهو. انتهت لجنة الحقوق والحريات الى حذف هذه المادة كاملة. لماذا؟ لان في اجزاء منها جايه في مواد اخرى وبالتالي والبعض اعترض. بس السؤال لماذا حذفتم المادة؟ حذفت لانه البعض اعترض. البعض مش معناه التيار الاسلامي عشان الناس تفهم الحقيقه. البعض اعترض انه في كلمه رق دي ما فيش حاجه اسمها رق في مصر. لا اين متى كان الرق؟ اتنين الاتجار بالنساء كلمه كبيره
داخل شعب له حضاره 7000 سنه. الكلمه بس ما كمل بقى اتفضل. خدت بال حضرتك التجارة الجنس كلمه صعبه تتحط في الدستور في دوله تعتنق الديان، يعني دوله ابنائها مؤمنين ولهم اديان سماويه راسخه، فكلمه التجاره الجنس الجزء احتج على الجزء. المهم انتهت الماده تماما من الى الحذف. طيب الى الحذف كمان استاذه كريمه، يعني يبدو ان حضرتك، يعني مش عايز اقول مش عايش، يبدو ان حضرتك مش عارف ان نتيجه للفقر الشديد جدا هناك قرى بكاملها تزوج بناتها وهم قاصرات لبعض الاثرياء العرب، يروحوا هناك يشتغلوا خادمات ثم يروحوا السفارة علشان يرجعوا بعديها، لأنهم طبعا يستخدمونهم في أشياء أخرى هناك، وكان السن بيبقى بسيط جدا، وكان الراجل مقابل يمكن 1000 جنيه أو 2000 جنيه يبيع هذه البنية وبسنة الله ورسوله. هل تسمي هذا زواج؟ هل تسمي هذا شرع؟ هذا هو الرق أن نبيع الفتيات. يبدو أن حضرتك ما تعرفش أن كان في قضية شهيرة أن ناخد الأطفال الصغيرين ونبيعهم لبرة، ودي كانت قضية دخلت فيها السفارة الأمريكية ودخل فيها حاجة كبيرة. يبدو أن حضرتك مش عارف أني على مستوى، يعني مش عارف، يعني على مستوى العالم كله انت بتقول ما فيش تجارة رق، لا في كل البلاد، بلاد إسلامية أو بلاد شرقية أو بلاد غربية، تجارة الرق هي ثالث تجارة مربحة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح ثم تجارة الدواء ثم تجارة الرق. كيف وأظن إحنا شفنا كيف أن ممكن يتاخد أطفال صغيرين أو بنات صغيرين بمواصفات معينة من الدول علشان يروحوا يتصدروا برة لهذه التجارة. يبدو أن يعني أنه برضو يعني نتيجة للفقر، نتيجة لغياب قيم، نتيجة لأن ما فيش وعظ ديني. بنجد أيضا أن تجارة الجنس موجودة وعديد من القضايا كانت موجودة. ما نقولش ما نخبيش راسنا في يعني زي النعامة ونقول ما فيش، حينما نضع دستور نضعه لكي يعني نثبت فيه مبادئ، مش هنستنى لما يبقى فيه تجارة جنس أو تجارة أطفال. حذف المادة قد يفتح الباب لكل هذه قبل حذف المادة الخطيرة. أنا بس عاوز الأستاذة كريمة أو الدكتورة كريمة، يعني حضرتك مش عارف، حضرتك مش عارف لازم تعرف بالكلام. لا 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 يعني انا قصدي انها تكلم استاذ جامعي، معلش بس اقولها يعني ايوه حضرتك ما تعرفش الموضوع بتاع ده. لا انا اقصد ان ده موجود. لا انت لازم اتكلم استاذ جامعي، استاذ اداره من 38 سنه. لا الاحترام موجود، انا اقصد ان حضرتك بتقول ده مش معايا. طيب بس نلتزم خطيب حضرتك، فيعني بس بعترض على حضرتك مش عارف، حضرتك مش عارف. لا اقصد على الاطلاق، انا بقصد اني ده موجود وهفتح كل اللي حضرتك قلتيه. انت بتتكلمي عن زواج المصريين المصريات في من خليجيين، هذا كله اعمال نرفضها تماما. طيب ما فهمت ليه لا يجرب، لكنها ليست رقا بالمعنى كلمه رق. رق دي بيع الشخص، الرق العبوديه. هو هناك لا بس حضرتك ما تعرفش ان لما الاب يبيع بنته لعندها 14 و15 و16 سنه يبيعها لرجل خليجي ده ما يعتبرش هذا عمل نجرمه لكنه ليس رقا. كلمة رق دي يبقى لازم الدكتورة بقى اللي بتقولي حضرتك يبدو يعني مش عارف. لا تعريف يعني الرق دي كلمة رق تقال على ذلك. لا 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 هذا ليس رق، الرق ده حضرتك توافق على ذلك يا دكتور؟ لا وافق ابدا. يبقى لماذا لا يجرم؟ وكرامة المصرية عندي. طب لماذا لا يجرم؟ ما هو يجرم بس موجود في مواد اخرى حاجات تعبر عن هذا. لكن مش عارف حضرتك وزيرة القوى العاملة عيشة كانت عملت ايه؟ لما جت اتفقت مع السعوديين انها تودي طالبات جامعيات يشتغلوا هناك حتى لو خدمات في البيوت. هل هذا يعني ممكن يتعمل؟ كان ممكن هي تعمله لو هناك ما يجرمه في كل القانون وفي ايه المشكله ان يجرم؟ ده هو ده سؤالي. ايه المشكله يعني ما تطالب به الدكتوره لا علاقه له بالنساء؟ انا طالب النساء لا علاقه له به، انه بالعكس هو يعني يدعم الدين ويدعم الشريعه ويدعم يعني ايه المشكله ان يجرم؟ كل ما يهين المراه نحن نجرمه. ما هنا لماذا لا ننص عليه في الدستور؟ إنما هناك فرق بين ما تقول وبين الرق. احنا بنحط كلمات في الدستور. لا 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 توافق ان هناك اتجار بالبشر في مصر. انا بس استخدم تعبير الرق.
حضرتك عندك في مصر. طب انت حذفت الماده كلها، ده انت وصلت. انا بتكلم على الرق الاول. ليه ما شلتش الرق بس وابقيت على تجاره الجنس؟ يعني موافقين على شيل الرق خلاص؟ لا انا مش موافقه. لا انا بسال بقى بس هفترض ليه ما وصلتوش انك تشيل الرق وتحط المعنى كله اللي موجود؟ لان هناك كلمه الرق، لان هناك مواد اخرى تحفظ كرامه المصري. زي ايه؟ زي مثلا حفظ الكرامه. لا انا بتكلم على المقيمين في الخارج. الرق ده، الرق ده، لا عفوا، الرق ده له علاقه بالمراه فقط يا فندم. الرق مش موجود في مصر اساسا. في اهانه للمراه، في ضياع لحقوقها. طب نعم. وتجارة الجنس هذا، لكن كلمة رق غير موجود. بس عشان الجنس. المشاهد ما يضحكش علينا واحنا قاعدين نتكلم. وتجارة الجنس، هل عندك رق في مصر؟ خلينا خدها حتة. نعم عندنا رق. بيع بمعنى الرق مقابل الفلوس. ده مش اسمه رق. لو سمحت، ما هو ده الرق يا فندي. بتحط دستور، مش بنحط تعبيرات للناشطين السياسيين. لا احنا بنحط دستور مصر. ماذا عن تجارة الجنس؟ عندنا في مصر تجارة جنس. يعني حضرتك مش هقول لحضرتك ما تعرفش عشان يعني ما تزعلش مني. انا قلت ما تعرفش حضرتك. انا ما كنتش اقصد انك ما تعرفش. لا انا ما اعرفش الحاجات دي. انا ما اعرفش الحاجات دي. لا موجود إنما في المجتمع. لا ما اعرفش ان المصري البلد حضاريه فيها ونقول فيها انهم بيبيعوا اولادهم. بيبيعوا اولادهم. امال كل امال عندنا ليه، عفوا، امال علينا ليه قسم في وزاره الداخليه اسمه الاداب؟ الاداب موجود عشان المخالفات اللي بتحصل. لا اللي هي ايه؟ اللي هي إيه؟ لما بيخشوا يكبسوا، ده معروف في الافلام، خش يكبسوا على بيت ويطلعوا الناس لابسين ملايات. ده ايه؟ كل ده الاداب. اصل ده كله مجرم. ده ناس بالاقوال وتغلظ عقوبته في مواد اخرى، لكن ليس بتعبير مباشر. الاداب موجود في مواد اخرى. اصل الدستور ده مش هيخش في كل عنصر ويقول ده مجرم ولا مش مجرم. الدستور بيدي اطر عامه، بيتكلم عن مخالفات، عن اشياء عامه، هي كرامه المصري. والكرامه دي لما تيجي تدخل في وصيه تلاقي القانون هيقول بقى كيف تخدش الكرامه. طيب ارجع تاني للجزء بتاع، كنت عايزه بس اقول جزء. واحنا بنحط الدستور اهم حاجه بس قبل ما نقول انه مش التيار الاسلامي اللي ورا شيلها اللجنه بما فيها من تيارات ليبراليه وغيرها. حاضر احنا يعني رئيس اللجنه المستشار بنتكلم منتج الدستور قبطي ومستشار في مجلس الدوله، هذا موجود يوقف في اللجنه ويقول انا كنت جاي هنا وعارف ومعتقد ان في دساتير. حتى لو قال المستشار ادوارد ديلك سنو، يعني انا مش عايز اقف معاك كامراه واخالفه بس اسلاميين. يعني انا مسلمه على فكره، انا بره في مسلم ومسيحي. يعني احنا مش كل تعبير هنحطه في الدستور عشان يعجب واحد. لا ما نقدرش نقول. طب ايه الخطوره؟ خليني اسالك يا استاذه كريم، ايه الخطوره المادة دي تتشال؟ لا اسمحي لي، عايزة أقول حاجة. يعني أكيد قرأوا الدساتير حينما جاءوا المفروض علشان يضعوا الدستور. الآن دساتير العالم أصبحت دساتير مفصلة. يعني حضرته بيتكلم على كلمة يا فندم دلوقتي، كل دساتير العالم نتيجة إن بيحدث دايما جرائم كثيرة أو تعدي في السلطات بدون تفصيلات. هقرأ بس لحضرتك إني في كل دساتير العالم الآن أصبح الآتي تضمين، يعني إني ضمانات يتم ذكرها في الدستور لتحصين أي حقوق وضد الالتفاف على هذه الحقوق، وأيضا علشان يبقى ترتيب تبعات في حالة انتهاك هذه الحقوق. يعني كل الدستور أفصل عليه قوانين وأقول حقوقي إيه وجرم انتهاك لهذه الحقوق. هناك قلق من بعض حاجة. طب معلش يا أستاذة كريم، في التعليم، في المرأة، في أي حاجة. طب هناك قلق أيضا أن حذف هذه المادة من وراءه وممكن تصلحني لو انا غلطانه. منظمه حقوق الانسان. لا مش هتكلم عن منظمه حقوق الانسان، انا بتكلم هناك قلق من كثير من النساء ان حذف هذه الماده يستهدف في النهايه النزول بسن زواج المراه الى سن صغير جدا، وبالتالي ما نقدرش، بما ان الدستور ما نصش على ذلك، ما نقدرش ان احنا نقاوم. يناقض هذا اصلا، يناقض اللي حضرتك بتقوليه، ان الماده دي مش موجوده حتى في مواثيق دوليه ولا موجوده في الدستور المصري. استاذه كريمه، استاذه كريمه، مصر موقعة على اتفاقية الاتجار بالبشر، مش كده؟ منع الاتجار بالبشر. اكمل لحضرتك بس أكيد. عشان الرؤية تبقى واضحة، المادة استحدثتها اللجنة، واللجنة ذاتها لما بدأت تعيد فيها وتفتش فيها وانتقادات معينة، رأت انه اصلا الرق ولا العبودية ولا الاتجار بالنساء هذه اعمال مجرمة في مواد قانون العقوبات وفي مواد اخرى، لكنها ليست موجودة بالشكل الحرفي في مصر. ليس عندي في مصر رق
بمعنى العبودية وشراء طيب. العبد يشترى ويباع، ليس عندي في مصر تجارة. ما هو له معاني أخرى على مستوى العالم، مش بتاع كوريا، بتاع العبود مش بتاع الجاهلية يعني. اسمح لي حضرتك بتقول ليس في الدساتير، هقرا دستور كولومبيا ودستور المغرب علشان ما نقولش هدينا دولة متقدمة كده عشان لا ده انا هجيب دولة زينا، ده احنا دولة حضارية، والله هجيب دولة زينا في أمريكا الجنوبية كولومبيا. المادة بتقول يا فندم، مادة في مادة كولومبيا، يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين أمام القانون، ويجب أن يحصلوا على نفس الحماية والمعاملة من قبل السلطات، ويتمتعوا بنفس الحقوق والحريات والفرص دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الأصل أو العيلة. ما التانية أحسن من دي؟ لا، أنا بقصده المادة الثانية بتغطي كل حضرتك. بتقول إن الدساتير ما بتفصلش، لو سمحت لي. طب أنا لازم أخرج فاصل. لا، أنا بقول لحضرتك إن الدساتير بتفصل لدرجة يقول لك إيه، أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الفلسفية. ما احنا مفصلين في تفصيلات يا فندم عشان نحمي البشر. طب اقرأ المادة الثانية عندنا بدل ما تروح كولومبيا. الإنسان ده مسيحي مسلم أبيض أسود مؤمن، يعني شوف حتى اراء. طب اقرا الماده الثانيه عندنا بدل ما تروح كولومبيا. لا، الماده الثانيه ما فيهاش التفصيل. انا موافق. المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او العرق او اللغه او الدين او العقيده او الراي او الوضع الاجتماعي او الاعاقه. انا من ضمن اللي رفضه في الدستور لو سمحت لي، انه لازم يتقال المواطنين والمواطنات. لن نرضى بعد ذلك بالحقيقه لو سمحت لي. كل الدساتير في العالم، الرجل والمراه، المواطن. لا لا لا، هتقول لي اللغه العربيه المواطن تعني المواطنين والمواطنات؟ لا، انتهى ده، لاني بهذه الكلمه المؤمنون والمؤمنات، ده في خصوصيات القران الكريم، المؤمنون والمؤمنات. الاصل في اللغه ما قالش المؤمنين فقط، ان الموجه للذكر يوجه للانثى. لا، في معظم الاشياء بقى من ده، المؤمنون والمؤمنات بيسخف بحق المراه في الدستور. ليه؟ ان ما تنصش. هقول لحضرتك، مش عاوزين دستور. لو ما اتقالش تعليم الفتيات، مش عاوزين دستور بقى. احنا عاوزين بس ايه؟ يبقى كده هنخرج فاصل، هنخرج فاصل، وبعد الفاصل عندنا مادتين عليهم خلاف شديد جدا، ماده 36 وماده 35، وهبدا ب 36 بعد الفاصل. شكرا.